بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة الأدوات التي تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط الجازمة. بيتكون أسلوب الشرط من أداة شرط زائد فعل شرط ورا الأداة مباشرة، وبعديها بشوية فعل جواب الشرط. يعني الجملة بتاعتي هتكون أولها أداة شرط ورا الأداة مباشرة فعل الشرط، وبيكون فعل مضارع مجزوم، وبعدها بشوية بيكون فعل تاني مضارع برضو، وبيكون هو كمان مجزوم، لأن الأداة اللي احنا هندرسها مع بعض أداة شرط جازمة، يعني بتجزم كل من فعلي الشرط والجواب. طيب إيه أدوات الشرط الجازمة؟ أدوات الشرط الجازمة إن ومن، ما ومهما، متى وأين، وأينما، وحيثما، وأن، وكيفما، وأي. كل أداة من هذه الأدوات ليها معنى. إن بتربط الجواب بالشرط، زي لما أقول إن تذاكر تنجح، يعني نجاحك أساسه المذاكرة. طيب من للعاقل، من يسافر يستمتع. ما ومهما لغير العاقل، ما تفعل من خير يعلمه الله. مهما قرأت من كتاب تجد فائدة. كل أداة ألاحظ إن بعدها فعل الشرط بعد الأداة مباشرة، وبعدها بشوية بيكون فعل تاني بسميه جواب الشرط. متى وأين للزمان، زي لما أقول متى تذاكر تقترب من النجاح. أين، أينما، أن، حيثما، كل دي أدوات شرط بتستخدم للمكان. حيثما يكثر العلم والعلماء تتطور الحياة. حيثما هي الأداة، يكثر فعل الشرط، إيه اللي هيحصل لما يكثر العلم والعلماء؟ هتتطور الحياة، هو ده جواب الشرط. كيفما للحال، كيفما تعامل الناس يعاملوك. أي بقى دي أداة بحسب ما تضاف إليه. يعني إيه؟ يعني بشوف معناها باللي بيجي بعدها. لو جي بعدها اسم للعاقل هتكون أي هنا أداة شرط للعاقل، زي لما أقول أي طالب يذاكر ينجح. كلمة طالب هنا لأنها عاقل عرفتني إن الأداة هنا للعاقل. لغير العاقل زي لما أقول أي كتاب تقرأه تستفد منه، كتاب غير عاقل، فأي هنا لغير العاقل. للمكان زي لما أقول أي بلد تسافر إليه تتعرف على عادات شعبه، هنا جاي وراها مكان، فأي هنا للمكان. أظن واضح دلوقتي إن أي بحسب ما تضاف إليه. للزمان زي لما أقول أي وقت تقضيه في القراءة تعد فائدته عليك، يعني في فايدة بترجع ليك. طيب زي ما اتفقنا إن كل هذه الأدوات اللي تعرفنا عليها وعلى معناها من شوية أدوات شرط جازمة، أي أن الفعلين الموجودين في الجملة هيكونوا مجزومين، سواء فعل الشرط الأول اللي بيجي بعد الأداة مباشرة زي ما اتفقنا، والفعل الثاني اللي هو فعل جواب الشرط. طيب قبل ما نبدأ في الأمثلة لازم إننا نتعرف على علامات الجزم. علامات الجزم في اللغة العربية 3: السكون إذا كان الفعل صحيح الآخر، وعرفنا قبل كده يعني إيه صحيح الآخر، يعني الفعل بينتهي بأي حرف ما عدا حروف العلة الألف والواو والياء. حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر، واتفقنا إذا حذف حرف العلة بتوضع علامة تعرفك المحذوف إيه. لو محطوط على آخر حرف ضمة يبقى المحذوف واو، لو وجدت على آخر حرف فتحة يبقى المحذوف ألف، لو وجدت تحت آخر حرف كسرة يبقى المحذوف ياء. وآخر علامة من علامات الجزم هي حذف النون إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة، يعني هلاقي الفعل المضارع اللي قدامي متصل بـ ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب نشوف مع بعض الأمثلة بشيء من التفصيل. أول مثال قدامي بيقول إن تتحلى بالخلق الطيب يحبك الناس.
إن تتحلى بالخلق الطيب يحبك الناس. آدي أجزاء أسلوب الشرط قدامي، إن أداة الشرط، تتحلى الفعل اللي وراها مباشرة هو فعل الشرط، إيه اللي هيحصل؟ يحبك، هي دي النتيجة، فده فعل جواب الشرط. أداة الشرط إن، وإن هنا قلنا أداة شرط جازمة. عرفت نوع الأداة يبقى خلاص عرفت إعراب الفعلين اللي موجودين بالجملة. فعل الشرط هنا تتحلى، اقرأ الفعل بصوت عالي واسمع وامسك قلمك في إيدك وحط على اللام فتحة. تتحلى الفعل هو آخره ألف، الألف مش موجودة بس انت حطيت بإيدك فتحة على اللام علشان تعرف ان في ألف هنا محذوفة. تتحلى يبقى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. إيه اللي هيحصل؟ يحبك، هو ده جواب الشرط. فين الفعل؟ يحب، آخر حرف فيه إيه؟ باء، حرف صحيح يعني، هيبقى مجزوم بالسكون. إعرابه فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر. نكمل مع بعض. من يراقب الناس يمت همّاً. ادي هنا من هي أداة الشرط الجازمة، الفعلين اللي موجودين في الجملة الأولاني اللي بعد الأداة مباشرة هو فعل الشرط يراقب، والتاني اللي النتيجة عنه هو يمت، هو دوت جواب الشرط. نعرف مع بعض، من أداة شرط جازمة، فعل الشرط هنا يراقب اللي جاي ورا الأداة مباشرة، فعل صحيح الآخر قدامك هيبقى مجزوم بالسكون، فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر. جواب الشرط يمت، إعرابه أيضا فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر. تمام، اللي بعده، مهما تعملوا من خير تنالوا جزاءه. مهما هي أداة الشرط جازمة طبعا، وراها تعملوا الفعل اللي ورا الأداة مباشرة هو فعل الشرط، إيه اللي هيحصل؟ تنالوا، هو دوت فعل جواب الشرط. الإعراب مهما أداة شرط جازمة، تعملوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. عرفت منين إنه من الأفعال الخمسة يا شباب؟ لأنه فعل مضارع متصل به هنا واو الجماعة، وعلامة الجزم طبعا حذف النون. جواب الشرط تنالوا، إعرابه فعل مضارع مجزوم بحذف النون أيضا لأنه من الأفعال الخمسة. طيب اللي بعده، متى يكثر العمل تتطور المجتمعات. أداة الشرط هنا متى، الفعل اللي وراها مباشرة يكثر، هو ده فعل الشرط. إيه اللي هيحصل؟ تتطور، هو ده النتيجة، فده جواب الشرط. أداة الشرط متى، أداة شرط جازمة، فعل الشرط يكثر، إعرابه فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر. تتطور، إعرابه برضو فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر، وهو الفعل الثاني فهو جواب الشرط. كيفما تصغي للمعلم تفهم الشرح، يعني كل ما انت قعدت منتبه لشرح المعلم هتفهم بسهولة. أداة الشرط كيفما، فعل الشرط تصغي، اقرأ الفعل بصوت عالي، تصغي، آخر حرف إيه نطقته؟ ياء، الياء مش موجودة، امسك قلمك وحط كسرة تحت الغين، الكسرة دي بتقولك إن في ياء هنا مش موجودة. تصغي هتبقى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. تفهم هو ده النتيجة فهو جواب الشرط، وإعرابه فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر. أعتقد أن الدرس سهل جدا وبسيط، وإحنا درسناه قبل كده من زمان يعني في إعدادي أعتقد. يا رب إن شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط عليكم والشرح يكون واضح، وأشوفكم في درس تاني قريب جدا بإذن الله. باي باي.